goal of ICT4, illiteracy eradication, is to use the most up-to-date information communication technologies to eradicate illiteracy, as well as store and transmit information through multimedia and the internet. The project has developed 3 CD software packages for teaching, reading, writing, and mathematics. A study consisting of 90 students from several different governorates was conducted to determine the effectiveness of the CD software. الكورس مكون من 3 سيديهات. بعد الدرس ما بيجتاز 3 سيديهات دول يبقى كأنه خد 6 سنين ابتدائي الأولانيين. مكون السيديهات من دروس زي ما احنا شايفين. لو بدأنا مثلا دروس زي شهادة الميلاد زي رقم القومي كل دي دروس بتفتح مدارك الطالب وتزود ثقافته. لو دخلنا مثلا على حاجة زي رقم القومي هنلاقيه مكون من جزء تعليمي وجزء تطبيقي. الجزء التعليمي زي مواقف بالقراءة والمفردات. الموقف عبارة عن زي موقف كرتوني بيتعرض للطالب عشان يعرف ايه الهدف من الدرس، والقراءة هي عبارة عن الجمل صعبة بيبدأ الطالب نعرفه ازاي يقراها ويتعامل معاها. المصبار بتاع انا نفسي عندي مطلعه بقاله يعني 11 سنة. انا كان نفسي اطلع عمرة السنة. لو كنت متعلمة فعلا الحقيقة كنت رحت وطلعت وشفت انا هعمل ايه، وكبر ولا راحش عليا العمر. مني راح عليا 500 جنيه ومني طبعا انتهى مدة الصلاحية، وفعلا انا اتأثرت. والنظام المحل الأمية بيختلف عن نظام اي مكان تاني. احنا في سيوة يعني طبعا ست صعب ان هي تخرج تروح المدارس تتعلم، فبدل ما تروح المدرسة فاحنا جينا لها البيت. والشكل طبعا الطبلية ده يعني يختلف عن حاجة جديدة ما اتعملتش خالص. وطبعا النظام ده يعني اخترناه عشان هو مكيف يعني تكيف البيئة اللي هي عايشة فيها. طبلية تقعد عليها بدل ما هي نفس الطبلية اللي تاكل عليها تتعلم عليها. Through the past decades, our experiences have shown us that we cannot achieve our aim of illiteracy eradication globally by only intensive efforts. But we also have to work in a different way on all levels, local, national, and international. These create opportunities for learners from both genders to have the optimum benefit of this project, so they can be immersed inside the development and investment that we have been witnessing during this phase of magnanimous change towards the international economy and market. We learn together for a better future.